قدير. اوه يا قدير صعبة. وبلحي مبلحي التقط هذه الكرة. مليح انه التقط كرة مثل هذه. نذكر بان مبلحي كانت له تجربة. ستيفن جيرار. اوه يا مبلحي. اوه يا مبلحي. اول تسديدة منذ انطلاقة المباراة للانجليز. منذ 30 دقيقة الانجليز لم يسلم. لينون. اوه رفيق. يا بولحي ينقض المنتخب الجزائري. بولحي من هدف محقق وحده كان مبار. ورئيس بولحي يبدع. اولو حاولت المرور من علي الريلون صعبة لفاري. هايل رئيس بولحي يتمكن من صد هذه الكرة ثانية. يمكن نحس بان هناك حسن. يبدا وين روني. هايل يا ريس يا مبلحي. هل تعلمون لمن لا يعلم التنفيذ. يا ريس انت الرئيس. يا ريس مبلحي انت الرئيس اليوم. ركنية صعبة. لا رئيس مبلحي يعطينا الامان. شكرينيار انطلق على الجهة اليمنى. عرضية ممتازة خطيرة. ولعبة با دفاع. هايلة اللعبة. لعبة عالمية فعلا هذه اللعبة لعناصر. لاوتارو مارتينيز ماذا ضيع. رجعت لبروزوفيتش. بروزوفيتش ناحية شلان. جيد خطيرة. جيكو كاد يفعلها ويسجل الجول. شلان الكرة خارجة بالراس. لاوتارو مرة ثانية. يرجع لبيريتش. شكرينيار وضع التسلل. شكرينيار اليوم شفناه في الريال. الكرة خطيرة جدا. ممكن تنعاد ادمار. وتمدد وضاعت على مانشستر يونايتد. ضاعت على مانشستر يونايتد. التسديد المباشر تجاه المرمى. لكن ياتي التسديد. دخلت من حارس المرمى. التحول بعد ذلك. وصلت الى مانشستر يونايتد. انتهى الى التعادل 0-0 بمحاولة الان مانشستر يونايتد. كرة يتعلق فيها حارس المرمى ياسين بونو. لاحظ معي الى برونو فرنانديز. التحول التسديدة ايضا ممكن جول الان. ولكن الاولى رفضها حارس في طريقهم لتسجيل الجول الثاني. التقدم والمرور الاول والمرور الناجح. تحولت امام المرمى. التسديدة تضيع. التسديدة في الاخير اتت من برونو فرنانديز. التسجيل وبهفوة دفاعية يمكن جول. لكن ايضا يتعلق حارس المرمى ياسين بونو. وبالتالي تصل الى الكرة في اللحظات الماضية. لذلك عندك كرة عن طريق توني كروس. يأتي بمحاولة عالية وقوية. الله التهديد الأول في الكرة الماضية كان من مارسيلو. يتقدم. يأتي العرضية خطيرة. ونوير نعم من أمام كريستيانو رونالدو في الكرة الماضية. هذا هو طبعا كرة خذوا هات ما بينه وبين الزميل لوكا مودريتش. يا سلام الكعب في الكرة الماضية. وعرضية خطيرة. اوهو نوير ينقذ هدفا مؤكدا من جاريث بيل. منع هدف ريال مدريد في الشوط الاول. خطيرة فرصة. اوهو نوير كرة جميلة. بالإمكان سدد الكرة الماضية. ولكنها ليست بالقوة التي تهدد حارس. هنا كريم بنزيمة. هذه خطيرة. فرصة. أوهو نوير يلعب ضد ريال مدريد. وبالتالي تألق. يا له من تألق.
الجول. ساديو صلاح سيسجل، سيسجل صلاح. إدوارد ميندي سيمي فاينل الكان في ستاد دوالا، مباراة بوليسيتش والهربة، بوليسيتش وتشوتا، كرة من ديوكم شتا معاه، يتحمل الكرة صلاح، يمشي صلاح خطيرة، فرصة مش معكم، مش معكم طار طيران، ما أروع صلاح وما أحلاك يا الترنجة، هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، أنت عالمي يا مدلل، برسا برسا يا مدلل يا صلاح، مش ممكن على كرة، لي فينومينال، كرة فيستيفال، كرة لإتمام الكرنفال. ونسق جنوني تتواصلون به يا هؤلاء. ترجع الكرة من الفرد إلى الجماعة، صلاح صدو يركنها حتى ورجع السنغالي. مندي معذبهم، مندي موقفهم، مندي مانع أحلامهم، مندي مدمرهم، أقولها بالفم المليان يمدمرهم. عطلت سواريز، كوتينيو، كوتينيو جول، كوتينيو الحارس. يا أوبلاك ماذا فعلت؟ يا يان يا أوبلاك ماذا صنعت؟ رائع أنت يا أوبلاك، رائع أنت يا أوبلاك. ورا بوسكيتس، ميسي، ميسي والحارس، الحارس يتصدى لكرة ميسي. ليونيل ميسي هدف وبيتي تشيلا ليغا 32. أولا هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول. سيناريو هدف ورؤية هدف، ورأيته هدف وشفت هدف ورأسيته هدف، ولكن اللي عنده العملاق يا أوبلاك ما يغلبش، ما يغلبش اللي عنده يان يان يا يان يا يان. والسيميوني 0-0. ميسي هي، ميسي هي، ميسي هي. والحارس قالوا لا، قالوا لا يا ليو، قالوا لا يكفيك، حرام، كفاية كفاية حرام. الضرب في أتلتيكو 1-2، عدى 10، شيء 15، وصل 20. ميسي مش حاطها، ميسي حاطها، ميسي ركبها. ميسي بديك ريت بوتين، عدى ميسي، عدى ميسي، جول جول. وسواريز ضيع الجول، لويس سواريز ضيع الهدف الاول. يا البيستولير، وين الخراطيش؟ اين تركت المسدس يا لويس؟ اين ضربت؟ اين ركنت؟ ميسي عودها، عودها حتى ليونيل والحارس. يعني أوبلاك يتحدى الجميع، يعني أوبلاك يتحدى الجميع. يا يانا ميسي، والحارس يتحدى ميسي، وملكوم، وأوبلاك، أوبلاك، أوبلاك، قفل أوبلاك وفيه التبجيل، قفل أوبلاك وفيه التبجيل، وأكثر من التصفيق، إنه يان، إنه أوبلاك، إنه يان، إنه جان، إنه الجن، الرايع الأفريت أوبلاك. ولا كرة أولى ولا كرة ثانية.